بعض. دكتور سابر المؤخرة ولمشاهدينا الكرام، شكرا لك. هذا اللقاء نأتي في وسط التفاوض مع إذا إلى المشكلة أقول حتى الأساسية. دكتور صابر عذرا ولكن الصوت لديك ليس واضحا. تمام أكمل دكتور تفضل. إذا نظرنا إلى هو التسهيل الضامن لحل هذه المشكلة، لأننا شرحنا كتابة هذا الدستور وفوضنا عليه، والآن مجرد أن الخلافات موجودة بين أربيل وبغداد حول كيفية تطبيق وتنفيذ الدستور، وإذا هم يعني الطرفان إذا توجها إلى الاتفاق، ربما أن الاتفاق قد يؤدي إلى نشوء خلافات ومشاكل أخرى كثيرة، فلذلك لا أظن هذا اللقاء سينجح في الوهلة الأولى، وإنما يؤجل إلى لقاءات أخرى. يعني هل هذا اللقاء يمكن أن يكون تمهيدا للانتخابات؟ طبعا الانتخابات البرلمانية في العراق. يعني قد يجوز يعني أيضا هذا اللقاء أظن يعني لا يؤثر على سير الانتخابات إلا إذا كان هناك محاولات سرية بين مثلا بعض أو الكتل الانتخابية، إلا مثل هذا اللقاء لا يؤثر. دكتور صابر يعني هناك حديث عن الانتخابات، نعم، ولكن هناك فكرة على أن بعض الأحزاب الكردية تتفق مع بعض الأحزاب الشيعية، وأيضا يحرك وجهات النظر في الأخير، ولكن أيضا مثل هذا العمل لا يحل المشكلة، لأن المشكلة غير متعلقة بمن مثلا يفوز في الانتخابات، وإنما أساس المشكلة يعني مرتبطة بمشكلة التنفيذ. نعم يعني دكتور هناك حديث أنه سوف يكون هناك تأجيل للانتخابات إذا ما بقيت طبعا الأوضاع في العراق أو كركوك أو غيرها من المدن يعني على هذا الحال. نعم يعني إلى يعني ما استمرت الأزمة طبعا بين بغداد وأربيل. نعم صحيح، نعم الأزمة هي حالية، مسألة الناخبين طبعا مشكلة عويصة جدا، هناك من النازحين يعني من لم يعود أو من لم يرجع إلى سكناه الأصلي، وثانيا أيضا هناك مشاكل في كركوك وما حول كركوك، وربما مشاكل في أماكن أخرى، إلا أن مسألة الانتخابات هذه المسألة هي مسألة دستورية وقانونية، فلذلك ربما أن الانتخابات لا تؤجل باعتبار يجب أن تؤدى في وقتها المحدد كما حددها الدستور العراقي، باعتبار أن العراق ولو حاليا يعني دولة غير ديمقراطية، ولكن على أمل أن تخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية، فلذلك لا بد من تداول السلطة والاتيان بوجوه جديدة، ربما هذه الوجوه تعمل لتقصي جميع العراقيين من دون فيزن أو تفريق بين أبنائي. نعم دكتور، يعني أيضا مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بتأجيل الانتخابات في كركوك، يعني هل هذا ممكن؟ أنا يعني يعني تأجيل الانتخابات يعني دون أخرى هذا الأمر يعني أمر صعب جدا، إما الانتخابات يعني يجب أن تؤجل يعني انتخابات جمعها يعني في جميع محافظات القطر، أو لا يجوز يعني تأجيل الانتخابات في منطقة دون أخرى وفي محافظة
دون غيرها، لأن ذلك حقيقة لا تعطي نتائج وصحيحة أو نتائج عادلة وديمقراطية. فلذلك الذي أنا أراه الانتخابات إما يعني تؤجل يعني عموما لكافة المحافظات العراقية أو لا تؤجل. نعم.